ثلاثة أشخاص حاولوا أن يظهروا أغنياء فاكتشفوا عن طريق الخطأ. رقم واحد، سولجا بروك. لقد كان شهيراً في الألفينات بأغانيه، وعلى الرغم من أنه لا يبيع الكثير من أغانيه إلا أن هذا لم يجعله يتوقف عن العيش حياة الأغنياء، أو على الأقل الادعاء بأنه يعيش هذه الحياة. التقط في أحد الأيام صورة وهو يمسك برزمة من الأموال، ولكن يمكنك بوضوح اكتشاف أنها عبارة عن أوراق فارغة، كما تم اكتشافه عدة مرات أنه يرتدي ساعات مزيفة. رقم 2، 50 سنت، من أشهر مغني الراب، وبسبب تبذيره للأموال وقضايا التعويض والنفقة التي رفعت عليه أفلس 50 سنت، ومن هنا بدأ الناس يسخرون منه، وسبب ذلك إصابته بالغضب، وقام بنشر صور له يظهر فيها مع بعض الأموال، ومن هنا استدعاه القاضي وسأله هل أفلس حقا أم لا، لأنه لو لم يفلس فعليه أن يدفع المزيد من أموال النفقة لزوجته. ومن هنا أعلن بصورة مباشرة أن المال لا يعود إليه بصورة مباشرة، بل اعترف أنه كان يسحب الأموال من أجل الصور ثم يعيدها مرة أخرى إلى أصحابها. رقم 3، سيارة مطلية بالذهب. من إحدى الأشياء التي يعشقها الأثرياء هي طلاء سيارتهم بالذهب، ولكن الغريب أن شاباً بالهند قام بمحاولة الظهور كمليونير، فقام بلف سيارته بورق ذهبي بدلاً من طلائها بالذهب. الورق كان رخيصاً للغاية وتم لصقه بطريقة سيئة، مما جعله يتقشر بسرعة من على السيارة.